والله يرحمنا يا ربي. الله يدير الخير. ما لقينا ما ناكلو ما لقات ما تاكل حتى هي. حنا بحال هو. كلشي غيمشي. دابا ماشي غير الكتيبة اللي غتمشي، ماشي حتى بنادم. بالخصوص إلا حصروا الخروف وما تباعش. تبقى لك غير النعجة شارفة فيك. غتموت اسمك. تموت بالجوع. بغينا المسؤولين ديالنا يجيو يشوفوا هذا. المسؤولين ديالنا بغينا يجيو يشوفوا هذا الحال. يشوفوا هذا الوضع فاش عايشين الناس. يشوفوا هذه الكتيبة اللي كتموت بالجوع. واش ما كاينش الدراهم. الله يدير الخير. يا ربي الله يدير الخير. الله يرحمنا. هذا ما الله يرحمنا. بغينا الشيء توصل. وا شوف. بغينا الشيء توصل الله يسر عليك يدوز. انا الفيديو انا ما تنقطعوش حنا الفيديو الهضره ديالك غادي نلوحها يدوز مباشره باش يشوفوه يشوفوا الحاله فاش عايشين الناس. الناس كريدو حتى ما لقى اللي كيكريدي لهم. مازال الناس اللي عليهم الكريدي ديال 3 سنين. ديال 3 سنين ما لقاو واش غادي يخلصوا مساكين، واش غادي يخليهم يضيعوا بالجوع؟ ما لقاوش باش غادي يوكلوا ما كاينش. والله يهديهم. الله يهديهم الخير. هذا الشيء اللي كاين. الله يهديهم المسؤولين. الله يدير الخير. يشوفوا بعين الرحمه في الشعب ديالهم. هذا ما فيه. الله يرحمنا. الله يرحم والدينا خويا. اللهم امين. صرخات كساب عنوان الاخوان صرخات كساب. اللهم يسر. تبارك الله عليك. كساب كلاه. الله يحسن العوان. والله الا كلاه. دابا كيطمعونا بهذا 4 دريال ديال لونوك وهذا 4 دريال ديال لونوك ما عندنا ما نديرو به. الا غير هكا كيشدوها كدور عليه العام ما عندنا ما نديرو بها. دابا اللي بغيناها ناكلو بها نشريو البالون ونشريو العلف. حتى الا خصتنا شي حاجه نكملوها من الكسيبه. دابا الدعم كيشدوها كينعتوها عليه عامين. دابا الدعم ديال لونوك مازال ما توصلتوش به. مازال ما تخلصنا به. مازال الناس ما مخلصين حتى حاجه فيه. اي والله باش غادي يشدوا هذه الكسيبه. والله يدير الخير. الناس هي واخويا هي شي شويه غادي يطلقوا من هذا الشيء كامل. نمشيو حتى حنا ندخلوا المدينه واخا نديروا غير بالركب. صافي. والله العظيم نديروا غير بالركب القصد ديالي. صافي. اي والله. باش غادي يبقاو الناس في الباديه ما عندهم باش غادي يبقاو في الباديه. ما كاين لاش غادي يبقى. اياو. اياو الناس اصاحبي. اي والله يدير الخير. باش غادي يسير. يدير الخير نتمنوهم الله تيسير. يا ربي يا ربي الا مات فاجئها بشي شتيوة طمن شويه ديال القلوب. واللي كاينه في يد الله راه كنتسناوها في يد الله. اللي كاينه غير في يد العبد بعدا يطلقها. يطلقها. الامه ديال الله حنا بحالهم الامه ديال سيدنا محمد. ايوا الليله. هما اللي في يدهم هما خصهم يضربوا الشعب ديالهم يشوفوا الكتيبه ديالهم كتموت. اللحم غادي يوصل لواحد المرتبه الى مشى تات القرض غادي يوصل لواحد المرتبه اللي ما غاديش يقدر المواطن مسكين ما يقدرش كاع لا مسكين لا اللي ما مسكين حتى واحد ما يقدرش يشري. مسكين وصل اللحم 4000 ريال كيلو ولا اكثر شكون اللي غادي ياكل؟ ودابا ما عاد كاينه الكسيبه في يدهم خصهم يشدوا فيها قبل ما تخرج من يد الناس. والناس عياوا اخويا غادي يطلقوها. والله يدير الخير. يطلقوها اما بالخلع اما بالسوق. بالسوق. عياوا. هذا الشيء. عياوا الناس اخويا عياوا. والله يكتب ما كاتب الله يرحمنا انا لا يخطيك الله يرحمنا. هم اخوان من سوق تيم حديث بتاريخ 18/11/2022 صرخات مواطن صرخات كساب. صراحه الاخوان يعني من كساب الله يحسن العوان الله بلاد المضرور. الاخ الاخوان عطى الراي ديالو والله يدير الخير ونتمنى الرساله ديالو توصل. نتمنى اللي شاف الفيديو الاخواني بارطاجيه. الله عسى توصل المسؤولين يشوفوا شي حل. والله يدير الخير الاخوان راه صراحه راه تيهضر من قلبه زعما ماشي غير ملي شافني تنصور وهذه. هو قال لك اودي قال لك انايا دير لي واحد الفيديو انا بين وجهي بين كلشي انا ماشي غادي نسرق ولا غادي نقول شي. انا تنقول معقول حاجه اللي كاينه هي الكسابة ديال تيم حضيت والنواحي تبارك الله. الله يدير الخير وصافي. اللي شاف الفيديو الاخواني بارطاجيه اللهم يسر. ما كاين لا دعم ما كاين توصلوا بشي حاجه لحد الان.